وكذلك علم الهيئة، والمقصود به علم الفلك أي الحساب الفلكي وما يتعلق به، فيدخل فيه علم الجغرافيا وعلم المطالع والمنازل، منازل الشمس والقمر والحساب الفلكي، فإن ذلك من العلوم التي اشتغل بها الأولون ولكن لها أصول في القرآن. وكذلك الهندسة، والهندسة هي في الأصل بالزاي يقال هندسة لأنها مترجمة عن اللغة اليونانية والإغريقي، ولكنها أبدلت فيها السين بالزاي لأن السين والزاي كلاهما من حروف الصفير وبينهما تقارب، فلذلك سميت أيضا بالهندسة. والأوائل يقولون فلان مهندس أي خبير في الصنعة. والهندسة علم الأشكال والحدود، والعلم الذي يعرف به أشكال الأشياء بين المربع والمستطيل والمثلث والمستدير وأنواع الدوائر وحصر الأضلاع ومساحتها، فهذا هو في الأصل علم الهندسة، وعلى أساسه تكون الصناعة والبناء والمساحة وكثير من الأمور تنبني على علم الهندسة.